لك 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 شو جايين يعملوا هدول هون؟ لازم خبر عضوات الحارة بالما ضافي هني هوا 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 يا عمى شو في كمان؟ نحن دورية الدرب افتحوا الباب بسرعة أحسن ما نكسره بس نحن حريمات يا أخي لحالنا بالبيت وما عندنا رجال بعد هيك لا تخبط الباب لسه شوي هذا البيت بيتي افتح الباب نحن ما مخبين حدا ببيتنا عم قال لك افتح الباب وبس ليش بدكم تفتشوا البيت؟ عم ندور على حرمة ملاحقة بس في حريم بالبيت يا أفندي ايه طمان معنا حرمة حتفوت قبلنا استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم بدك تشرف معنا أبا شيف لوين بدي تشرف معكم؟ يعني لوين؟ عالتحقيق رح نسألك كم سؤال وتجاوب عليهم ونخلي سبيلا لا سيدي ما حذر فتوا وفتشتوا وما لقيتوا شي ليش بدكم تاخذوا أبي؟ مزبوط أبو بشير ما له عمل شي ليش بدكم تاخذوه ها؟ ولا الشغلة تبلي؟ شو الشغلة تبلي؟ تبلي الشغلة يا جماعة يا جماعة صدقوني نحن بدنا نسأله كم سؤال ونرجعه لهون فورا شيخي إذا بتحب تفضل رافقنا تفضل رافقكم ليش لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يلا يلا يا شباب يلا على شغله صدت على خير يلا عمي يلا لا تاكل هم عمي بشير لا تاكل هم عمي أكيد الله معك الله معك عمي ولين عمي تفضلك الله محيي قصتك يا صاحبي بشير من بعد إذنك بدي فوت أطمن على هدى أرجع على بيتي